السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلميذات وتلاميذ مستوى الأولى ثانوي إعدادي، أرحب بكم من جديد وأتمنى أن يكون الجميع في صحة جيدة. اليوم أبنائي الأعزاء سنواصل ما بدأناه في درس مكون التاريخ الحضارة الإسلامية لإنتاج فكري قبل حتى تتمت للدرس. كما تطرقنا سابقا في الحصة الماضية ركزنا على أهم المراكز أو مراكز الإشعاع الفكري في الدولة الإسلامية، ثم حددنا أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الحركة الفكرية أو الحركة العلمية والفكرية في الحضارة الإسلامية، خصوصا إبان العهد الأموي وخاصة العهد العباسي. اليوم أبنائي الأعزاء سنتعرف على الأهداف التالية. الهدف الأول أن يكتشف المتعلمون أنواع العلوم وأعلامها، أي الذي الشخصيات التي برزت في هذه العلوم خصوصا في العصر العباسي. لاحظوا تم التركيز على العصر العباسي لأنه عصر ذهبي على مستوى الإنتاج الفكري، وكذلك نحاول أن نبرز المجالات التي برع فيها المسلمون بطبيعة الحال، ثم ننتقل بطبيعة الحال إلى النشاط الأول. الوثيقة واحد نص تاريخي، نقرأ النص جيدا مع احترام مراحل قراءة النص أو تحليل النص التاريخي. إذا نظرنا إلى الحركات العلمية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية وجدناها اتجهت ثلاث اتجاهات: حركة دينية، ونعني بها البحث في الشؤون الدينية من تفسير القرآن وحديث وتشريع وما إلى ذلك. بمعنى الحركات العلمية أو العلوم التي برزت في صدر الإسلام، وكما حددنا في صدر الإسلام في عهد الدولتين خاصة الأموية والعباسية. هذه العلوم عندنا العلوم الدينية كما يحددها النص التاريخي من تفسير القرآن وحديث وتشريع وما إلى ذلك، وحركة في التاريخ والقصص والسير الذاتية ونحوها، وحركة إذن هناك كذلك علم التاريخ بما فيه من فروع عدة، وحركة فلسفية إذن هناك الفلسفة على اعتبار أن هذا العصر عرف ظهور مجموعة من الفلاسفة العرب المسلمين، والطب كذلك الطب وما إليه. إلا أن هذه العلوم لم تصل إلى القواعد المنظمة طبيعة حالها والعلوم المتميزة والشرح المحكم إلا في العصر العباسي. إذا لاحظوا ما قلناه بأن العصر العباسي كان عصرا ذهبيا، خصوصا أن السلاطين العباسيين أو الملوك العباسيين شجعوا العلم، وخصوصا في بغداد التي كانت مركزا أو إشعاعيا لمختلف العلوم في تلك الفترة. لما أخذ خلفاء الدولة، لاحظوا نؤكد ما قلنا، يناصرون الحركة العلمية، أي يساعدون الحركة العلمية والعلماء مستعينين على ذلك بترجمة ما وصلت إليه الأمم قبلهم. إذن لا ننسى ترجمة كتب الإغريق، أي الحضارة ما خلفت الحضارة الإغريقية اليونانية، وكذلك كما حددنا سلفا الهند. هذه بعض أنواع العلوم، سوف نعطي أمثلة على ذلك. لاحظوا معي النشاط الثاني، الوثيقة 2 جدول توضيحي، جدول يوضح أهم العلوم في العصر العباسي. إذا عندما قلنا بالنسبة لي العلوم الدينية، عندما نقول العلوم الدينية لاحظوا هناك التفسير، أي تفسير القرآن الكريم، زائد علم الحديث، ثم علم الفقه، وكذلك أخيرا علم الكلام،
المأخوذ أصلا من الفلسفة. وبالتالي هناك بعض الأعلام أي الشخصيات التي بارزت. فعلم التفسير هناك الطبري معروف، علم الحديث مالك بن أنس، ثم البخاري الذي له كتاب صحيح البخاري الذي دون فيه جميع الأحاديث النبوية، ثم كذلك كتاب مسلم، وهما كتابان معروفان على مستوى الأحاديث النبوية. علم الفقه المذاهب الأربعة، ماذا أقصد بالمذاهب الأربعة؟ المذهب الحنبلي الحنيفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي، أربعة مذاهب ظهرت في هذه الفترة. ثم علم الكلام، السنة والشيعة، أي السنة الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة الذين شايعوا أي ناصروا علي بن أبي طالب إبان الفتنة الكبرى التي رأيناها في دروسنا السابقة، والمعتزلة. ثم العلوم اللسانية، ماذا نقصد بالعلوم اللسانية؟ العلوم اللغوية التي لها علاقة باللسان، كاللغة النحو والصرف في اللغة العربية. هناك سيبويه معروف، العالم سيبويه أو المفكر سيبويه، علم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي، كلهم أضافوا للحضارة الإسلامية وأغنوا الحضارة الإسلامية بمؤلفاتهم، وساهموا في إنجاح إنتاج الفكر الإسلامي. على مستوى الآداب العربية، هناك الآداب العربية، هناك الرواية، هناك من يكتب الروايات كالأصمعي، حماد الراوية، ثم النطق، ثم الشعر، ثم العلوم الاجتماعية في حقيقة، التاريخ والجغرافية. إذن برز ابن المقفع الجاحظ معروف لدينا، الذي ترك مثلا كتاب الحيوان، الشعر ابن الرومي، أبو تمام البحيري، وقد نضيف كذلك أبو نواس، الذين كتبوا دواوين مهمة. ثم التاريخ والجغرافيا، البرادري اليعقوب ابن عبد الحكم. العلوم الطبيعية، وهنا هذه مواد علمية، فهناك الرياضيات، وعندما نقول الرياضيات معروف اسم الخوارزمي، فهو عالم رياضي أخذ عنه الأوروبيون بعض الألقاب التي توصل إليه وكان معروفا أثناء زمنه، ابن الهيثم. الطب زائد الطب والصيدلة، لاحظوا العلوم التي برزت في العصر الإسلامي، الطب والصيدلة، الرازي، ابن سينا، إلى غير ذلك. ثم هناك الكيمياء، الكيمياء جابر بن حيان، ثم الرازي الذي برز كذلك في الطب. ونشير هنا في هذه العلوم أو هذه العلوم الوضعية كالرياضيات وكذلك، ما ابتكره العرب آنذاك أو المسلمين بصفة عامة هو مفهوم التجارب للوصول إلى الحقيقة، وهو العلم أو المنهج العلمي الذي اعتمد عليه مختلف العلوم الحديثة والمعاصرة. إذن نمر إلى نشاط الأخير، وهي الوثيقة 3، نص تاريخي. إن الله عز وجل لإغناء ما ذكرناه فقط وللاستشهاد، إن الله عز وجل وضع الفلك، إذن علم لم يتم ذكره، إذن بروز علم الفلك، بروز علم الفلك مستديرا كاستدارة الكرة. إذن هنا يتحدثون عن الفضاء، عن الكون إلى غير ذلك. والأرض تأكيد، التأكيد على كرويتي، على كرويتي كوكب الأرض، مستديرة أيضا كالكرة، قائمة في الهواء، في تسبح في الهواء ضمن المجموعة حتما الشمسية، فهي في وسطها كالمحي. لاحظوا الوصف والتشبيه، شبه الأرض مثل المحي الأصفر داخل البيضة، وذلك السائل اللاجز الأبيض هو
المجرة التي تسبح فيها الكرة الأرضية، وهو يدور على قطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في الشمال وقطب الجنوب، وبين القطبين 180 درجة. لاحظوا على مستوى تحديد خطوط العرض، وكذلك سوف نرى كذلك خطوط العرض، لأن الفلك 360 درجة. إذن هنا خطوط العرض، وهنا خطوط الطول، خطوط الطول. التأكيد على ما توصل إليه العلم الحديث من حقائق توصل إليها المسلمون منذ قرون مضت، يعود آخرها على أولها، وهو يدور في كل يوم وليلة دورة واحدة، بمعنى دور الأرض حول نفسها. التأكيد على دور الأرض حول نفسها في ظرف يوم واحد 24 ساعة وست ساعات، أما يعرف السنة الشمسية. يبدأ أوله من المشرق فيعود إلى شروق الشمس وغروبها وهكذا، فيعود إليه في 24 ساعة، ويسمى وسط السماء القبة. لاحظوا الوسط، وهو موضع الاستواء أي خط الاستواء، عندما تكون الشمس عمودية على سطح الكرة الأرضية فهناك خط الاستواء، وبالتالي هذا تحديد جد مركز ووصف جد مركز الكرة الأرضية وحركاتها بطبيعة. وبين الجهات الأربع أي الشمال جنوب شرق إلى كل جهة 90 درجة، ويدور على كل قطب من قطبيه نصفه. إذن أرد قراءة هذا النص لنؤكد ما توصل إليه العلماء المسلمون العرب وغير العرب المسلمين بطبيعة الحال في مختلف العلوم، ولنستشهد ببعض ما توصل إليه هؤلاء. نكون قد أنهينا هذا الدرس، وأجد اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله، وشكرا.